هلو يا حلوين، كيفكم؟ ان شاء الله بخير. ان شاء الله كاش تمام. احنا ناس حبايبي كرام، مثل ما انتم شايفين خلفنا شباب في متجر تخفيضات الاباده. اوكي، نزيد نرجع تمام. قبل ما نبلش المقطع حبايبي الكرام، لا تنسوا تصلوا على الحبيب محمد عليه الصلاه والسلام، وتنسونا كمان باللايكات وبالشيرات والقلوب وكل الاشياء الحلوه منكم حبايبنا. وخلينا ندخل على الجلد حبايبي. يعني ما عندنا وقت ابدا شباب، ما عندنا وقت ابدا. رح نعمل هيك اوكي، وشوف شو في. ما في طبعا شباب هون مثل ما انتم شايفين، شايف في رخصة جديدة اوكي، مثل ما باين من الداخل. طبعا شباب انا دخلت عليه بس طلعت منه بسرعة عشان انزل لكم المقطع. شباب رح نكتشف مع بعض شباب. اوكي ليتس جو. اوكي هون عنا شباب الاشياء ال ال او نو، تخفيض 25 شباب. هذا مش لوز اللوز، مش لوز اللوز معلم حبايبي الكرام. طبعا رح نجرب حظنا ونضرب نغير التخفيض لانه التخفيض بيض. اوكي طبعا بالنسبه للاشياء الموجوده هون يا شباب، يعني رح نشوف شيء سريع ونرجع للحدث. اوكي ندخل على الراكي اللاكي رويال نشوف شو كم بطاقه عندنا وشو ما كم بطاقه، كم بطاقه يلزمونا. قول لي حبايبنا معي 200 بطاقه زرقاء، يعني لنشوف شو رح يصير معنا. بالنسبه للبطاقات الحمر عندي هون 60. اوكي طبعا شباب بالنسبه للناس عم تسال اليكو، شوف التعليقين من يومين، كثير ناس عم تسال اليكو كيف عم تجيبوا البطاقات هذول. حبايبي الكرام بنجيب البطاقات وهالاشياء من هون هذه المتاجر تخفيضات، يعني فهمتوا علي كيف؟ بنشتري من هون بنجمعهم شوي شوي وبيكونوا عندنا. نفس الشيء بالنسبه للبطاقات الحاضنه. اوكي حبايبي الكرام يلا الان شباب خلينا نظبط. بس قبل كل شيء شباب بحكي لكم شيء مهم، نزلت لكم مقطع اسطوري على قناه اليكو جيمنج شباب، يعني بتمنى ما يكون اسطوري. اللي ما شاهد المقطع هناك ومش مشترك يروح يشترك ويشوف المقطع نزلته بالقناه الثانيه، عن جد راح يعجبكم لوز اللوز. اوكي هون شباب نعمل تجربه تخفيض، نجي لهون نشوف حظنا شباب، نرفع شوي النسبه معلم. شو هذا 21؟ وليش 21؟ ليش 21 بيعطيني التخفيض معلم؟ اي كي ما بدي هدول كله، ما بدي شيء من هون ابدا، بدي بس البطاقات هدول ما راح بدي اغير جواز معلم، لانه في اشياء كبيره. اوكي ويلي هي دار روح حارس الموت ثلج جديده، معقول؟ لا شباب لازم نتاكد شباب. ويلي كل شوي داخلين طالعين معلم. اوكي وين الثلجت معلم؟ معقول نفسها هي اللي بتشبه لهي؟ لا والله جدار جلو، شو اسمه ده؟ جدار جلو يوم البويا؟ لا غيره ثلج جديد يا شباب. وي كمان ليتس جو، ارجع معلم رايح ارجع. وين هذا؟ التخفيضات. وين تخفيضات يا اخي والله يدوخنا هالاحداث شباب. ساعه واحده يشوف الاحداث، اسلحه الرويال، جواز مقابض، قصه القبض، التخفيضات هذا هو كان فوق ما شفته معلم. اوكي نرجع ندخل يا جميلين. عندنا هون جدار جلو شباب، طبعا هالبيض راح نغير هالتخفيض لانه حبيبي والله 160 اتس كول. راح نجيب شباب مثل ما قلت لكم من شوي الاشياء المهمه. ناخذ هاد الثلج الجديده شباب، اتمانو نجيب هاي. اوكي ونجيب هاي، يعني كم كلفنا المعلم؟ 640 جوهره. 600 هون شوفوا كتفي هون شايفين هون، ما اعرف سوينا اروح شوي على اليسار. اوكي الان هيك وضعنا لوز شباب، 640 جوهره. ليتس جو نعمل شراء، تعال يا معلم. تم لوز اللوز. ويلي تعطي رخصه شباب، اكيد رح يعطينا هون على اليسار تخفيض بيض 54. قلت لك 60 نيله. قول لي شباب عندنا هون بجات شباب، بجات تخفيض على بجات كمان، رح نضرب على البجات شباب حبايبي. طبعا هون شباب مثل ما شايفين عندنا هون رقصه بطريق ام بي 40 دول كلهم شباب ما يلزمونا، رح نجيب الاشياء المهمين نعمل لهم. نجرب حظنا، خلينا نجرب حظنا يا شباب، نرفع شوي النسبه حبيبي والله. كم 9؟ لا هاي ما عجبتني معلم، كمان ضربه واحده نشوف واحده ثانيه حبيبي. يا اخي شطني غبي، يا ريتني ما كنت ضارب ابدا وكان 42 42 شباب. اوكي خلاص منا مصلحه، نجي لهون وناخذ رح ناخذ الرقصه فقط لا غير. نجي لهون كم يكلفنا؟ 1000 جوهره. اوكي ما في شيء ثاني ناخذه، يلا معلم روح نعمل شراء الان. اتمانو ويلي الرقصه شباب، شراء الان روح يا جميل حبيبي والله. اوكي الان شو في عندنا شباب الحلوين؟ 56 تخفيض عندنا رومات هون يا شباب. رح
حنجيب اهم شيء طبعا بطاقات الحاضنه يا اساطير مثل ما انتم شايفين. خلينا نجيب بطاقات الحاضنه وبيكفي. الرومات مش مهمات الان شباب، رح نجيب اهم شيء. وال ليش هيك يا الله؟ ليش هيك شباب؟ التخفيض يعني هيك عم يعطينا بيض. ثواني حبيبي رح نشحن شوي جواير. اوكي شحننا 1000 جوله شباب عشان نجيب البطاقات هذول. بتتصور لكن بدنا نجرب حظنا ننزل التخفيض، يمكن يطلع لنا تخفيض افضل من هيك. طبعا شباب باين شباب لما يكون تخفيض هيك خلاص خلاص معلم. لما يكون في اشياء كتير مهمه بالداخل ما اعرف شو بيصير له معلم. خلينا ناخذ هدول التنتين معلم، ولا خلينا نبقى بدنا بطاقات الحاضنه شباب. بطاقات الحاضنه مهمات كتير. اوكي هون ايش في عندنا معلم؟ عندنا التخفيض 64. اوكي بدنا نجيب نجرب يا اخي، بدي اجرب يا اخي ما بدي 64 يا اخي، ممكن يطلع لنا اكثر بشوي. نفسه لحم الضربون. اوكي خلينا معلم لا ينزل تحت، يس بعد من تحت وفوق حبيبي والله. اوكي هون معلم شو في عندنا؟ عنا هاد اوكي رومات ما لستم بي، نرجع نعمل تحديث. شو في هون معلم؟ ما في شيء مهم، نعمل تحديث كمان. اوكي بطاقات الحاضنه يا ستير ليديز اند 35 تخفيض يا ابن الذين، 35 تخفيض يا قول لي تخفيض 71. طولوا بالكم شباب لازم نعمل شيء اسطوري، اذا عملنا تحديث هون التخفيض بيبقى، التخفيض بيبقى يا اساطير. اوكي ما في شيء هون، كله بيض معلم. هون رومات ما رومات بيض، تخفيض 71 شباب. هون التكتيك لازم يشتغل، بس المشكله بيعطينا تخفيض 71 وين معلم؟ ما في شيء بيعطينا شيء محرز يعني صراحه، يعني ما في شيء شباب، ما في شيء محرز. قول لي شباب شوفوا لما تبع التخفيض ما عاد يعطونا الاشياء المهمه، يعني مثل بطاقات حاضنه واشياء مهمه ما في بيض. ها اي جتنا بطاقات خمسه بس، خمسة بس يخرب بيت سنتك منك لو. يعني الكبسات العشرات من المعلم راح نفس الشيء. يلا روح جيب هات نجيب شباب. اوكي اعتقد هون شباب خلصت البطاقات الحاضنة. اوكي عندنا هون جوفي، هون عندنا ما في شيء، نعمل تحديث نشوف. اعتقد شباب بالتخفيض لانه في نسبة مش كثير بطاقات، لما يكون هيك تخفيضات شباب المتجر تخفيضات ما بيكون كثير من البطاقات الحاضنه شباب، لان اهم شيء عندي بهذا المتاجر شباب دائما بجيب بطاقات الحاضنه وبطاقات الحمر. طبعا اعتقد هون شباب كلش لوز. اوكي حصلنا على كل شيء المهم بالنسبه الي، او ممكن بس شباب بالنسبه لكم مثلا تقدروا تمسكوا مثلا تقدروا تاخذوا اشياء مثل التطوير وما تطوير، اشياء كثير حلوات بالتخفيضات. نعمل تخفيض اخر شباب مثل ما انتم شايفين حبايبي، صرت ضارب اكثر من وحده لحد ما طلع لي ولا بطاقه. اوكي هذا يدل انه حصلنا على كل البطاقات. اوكي ليديز اند جنتلمان حبايبي كيف، خلينا نطلع من المتجر ونروح نشوف شو جبنا شباب. رجعنا الاسلحه، رجعنا متجر اسلحه الحاء، ونروح نشوف الشباب بالقنبله ال 8 حبيبي. لك هي كانت موجوده هي، اوه ما كانت عندي اياها، هي من زمان كانت موجوده بس ما كانت عندي اياها. والله حلو كثير، يا هي ولا مش هي يا اخي، والله شباب ما اتذكر. المهم شباب هون عندنا بطاقة، مو البطاقة، البطاقة شو يا اخي؟ الجدار جلو قول لي، ونسيت نسيت الرقصة، نروح على الرقصة شباب. الرقصة الرقصة شباب نشوف الرقصة شو هي الرقصة الواو، هي هي ويلي ويلي ووهو وات از ذيس جايز، ويلي 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 ويلي. طول بالك عليه، تعال هون، تعال وقف شوي، وقف شوي نظبط الشخصية حلوة معنا. حط السماعات يا بوي. يلا يا شباب خلينا نحط السماعات شباب. وين الشخصية الدب هذاك؟ وين ماكسيم؟ وين عمو ماكسيم؟ وين يا زلمة؟ ليكم حبيبي والله. خلاص هيك باللوز نشوف الرقصة شباب. يا بوي يا بوي، خلينا ندخل الخزنة شباب نشوف. ندخل الخزنة، نفتح الخزنة على شي بج، جبت بجات شايلين بجات بس، والله غريب يعني ما كان في بجات كثير باللعيبه هي. شوف الرقصه، اوبا يا سلام عليكم معلم. ايه تمانو لوز اللوز جايز. اوكي شباب الان ما بعرف شو الان شباب، ندخل نشوف كيف شكل الرقصه باللعب. ايه تمانو هات لنشوف حبيبي، قول لي هات لنعمل هيك. يوهو شوفوا دويرات معلم، وقف شوي لك هاي، شوف السيف معلم، والله شيء اسطوري. ثواني شباب رح نجرب شغله شباب، نجرب شغله حبايبي، حبايبي اجرب شغله انا.
تعال ناخذ هاي، لا ولا ناخذ البربر، بربر بربر، ناخذ البربر اساطير. نجرب شغله بالساحه شباب، الرقصه شباب بالساحه التدريب كيف شكلها. نعمل هيك، لا تقتلني ابوس روحك، لا تقتلني يا الزلمة ابلعوا لك. اقسم بالله شباب ضربت ضربة يا تعال بعد ذلك ضربت ضربة هيتشات شباب راح ايه معلم. الهير شوت جبت اياها شباب، دمو دمو يا الله دمو 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 30 هون شباب والله. هي وقف شوي تعمل هيك، لا مو هاي مو هاي مو هاي. يا سلام تعال هون ابعد طبعا شباب امبارح ما فتحت بث مباشر، امبارح كان يوم الاربعاء ما فتحت بث مباشر على الفيسبوك حبايبي، اليوم ان شاء الله بالمسويات راح يكون في بث مباشر على الفيسبوك شباب مثل كل مره. اوكي حبايبي كرام الان اول الثلج، الثلج نشوف الثلج شكل الثلج، هاي نروح نشوف شكل الثلج شباب، نروح لهناك هذا معلم ماشي وراي ما حجي خلاص ميتت 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 والله ميتت والله ميتت والله ميتت معلم. التلج انت ناخذ التلج من فوق، شوف شكل التلج كيف كان، هي التلج معلم. وقف شوي نروح نمشي ساحة زلمة، لا تضرب يا زلمة لا تضرب لا تضرب يا تب لعمد ضربوا شباب، هذول متوحشين من الصبح اقسم بالله. التلج الثانية والله لوزن لازم ابلع انت، تعال شوي نبلعهم كم هيك شباب، فرجيهم اللعب العسطوري هذا معلم، اعمل له هيك شغل السيف اضرب السيف واعمل له هيك يا سلام عليك، تعمل هيك شغل السيف والله شي لوز اتس لوز لوز جايز. حبيبي والله بضربني حبيبي الله يخليكم، اشوفكم على خير، باي باي شباب، باي باي يا حلوين، باي باي. طبعا انا كده بتكلم معكم، بتكلم على هذول اللي كانوا معنا بتيمو حبيبي. اوكي ليز اند جنتلمان حبايبي الكرام، هيك بكون انتهى مقطعنا لليوم، ان شاء الله عجبكم المقطع، لا تنسونا باللايك وبالشير الله يسعدكم شباب، ومش مشترك يشترك حبايبنا، و لا تنسونا حباي القناة الثانية يا شباب اللي مش مشترك، لا مو هون بس بعتبر لازم تروح، لازم تروح هون هونيك هناك شباب بقول لك عليه هون هون مثل ما انتم جايبين. اوكي روح لهناك مقطع اسطوري، حط لكم رابط تحت بالوصف، لوز اللوز بشوفكم على خير، تشاو.